كيف ما العاده في التقاطع ديال دريس الحارسي ومنطقه الفلاح دائما الروينه والفوضى. شوف هاد البلاصه هادي في هاد الرون بوان دائما بسبب هاد الاشغال هادي اللي ما عرفناش متى غتسالي. اشغال اللي صراحه ما عرفناش امتى غادي تكمل، بالرغم من ان العمده مدينه الدار البيضاء كتقول في نهايه 2023، ولكن تنتمناو بطبيعه الحال، تنتمناو ما نسبقوش الاحداث، تنتمناو. هنا فين كتوقع الروينه، هنا راه مستحيل يدوز شي واحد يعني بسهوله. هنا كيدوزو الشاحنات والرمايك من هنا، دائما هنا مرونة ودائما كسايد. هذيك البلاصه بالضبط في التقاطع ديال الفلاح.